اوصفي لي علاقتك بالنقابة كيف؟ مثل ما حكيت تماما، انا بس بشوفهم من السنه للسنه مره، لانه ما عاد يعني شوف، انا بشعر انه بيتك الثاني هو النقابه او تلفزيونك. تماما. انا ما بحسه، يعني ما بحسه هذا الحكي موجود. يعني انا تحديدا بدي احكي، بدي اذا انا بدي اروح اشوف ان اي حدا معتبر نقيبنا، انا كثير لازم استاذن ولازم اخذ موعد. اذا كان رضيان علي بيشوفني، واذا مو رضيان علي ما بيشوفني. كيف يعني رضيان عليك ومو رضيان عليك؟ يعني بدك تساله. والله مو بس مشكلتي هي، مشكلتي كثار بالوسط الفني مع الاسف الشديد. انا ما عم بحكي عليه ولا بدي اقول انه هو يعني، بس له هذه الطريقه لحتى يكون انه هذا الكرسي هو منصب، هذا الكرسي هو خادم لزملائك، هو لحتى تريحهم. انت بمكان وجدت فيه وانتخبت مشان تخدمهم، مشان تساعدهم، مشان تكون منبر لهم، مو لحتى تذلهم. وحكيت شيء عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ الناس اذا مرضت. نعم، تعويضات او صناديق الضمان الصحي وغير ذلك. الله يرحم ايامك يا استاذ البير مخول. نعم، انا بذكر انه انا بايامها زوجي تعب، دخل على المشفى واعتبر انا النقابيه وليس زوجي. طبعا ما صرفنا شيء من النقابه لانه لا يحق له وما بيحق له، لكن لمجرد يجي البير وانا والله انه ما كانت بتربطني فيك علاقه يا استاذ البير. هو ما هو موجود بالبلد بس لكن ملائكته موجوده. اجا حضر وجاب معه مجموعه وقالوا لي الحمد لله على السلامة وأماني، إذا بتحتاجي أي شيء نحن بالخدامة، مو ماديا هي كلمة. أنا وينهم؟ أنا بشوف زملائي مجروحين بالمشفى، ما بيبعت حدا ليطمن عليهم. وإذا هو ما كان موجود الأستاذ ظهير بالقلب النقابة ولازم يدخل على المشفى، وإذا كان برات المحافظة لازم ينتظروا ليجي، لأنه هو ما عاطي أي صلاحية حتى لنائبه أنه يمضي، انه امضوا وسهلوا الامور لزملائنا المريضين على الاقل. هل في تجربه اختبرتيها عن قرب سيده تولاي مع احد الزملاء او الزميلات؟ نعم، الله يرحم ترابك يا استاذ الطيب اكرم تلاوي. الاستاذ اكرم تلاوي نحن بالعزا، انا بدرى بالعزا انه ما معه يدفع شيء لمشفى الاسد الجامعي. انه قعدنا صرنا نلم من بعضنا بالعدا. يعني انا وقت اللي سمعت لمينا من بعضنا يعني. عم يقول، عم يقولوا الضيوف الكرام انه هو يعني 35 عام في الفن ومن المؤسسين، وعم يعني تماما. انا بهيك حدا انا بدخل الوسط وبلاقيه موجود، وكانت الكلمه الطيبه تطلع معه منه لكل حدا حواليه لانه كان انسان طيب. عاش فقير ومات فقير. قلت لهم بدنا نعمل لمه. يعني انا طب عفوا سيده تولاي، هو النقابه ما بت يعني ما بيطلع له منا؟ بيطلع له مرته اجنبيه، تمام، مرته اجنبيه، ابنه برات البلد، تمام، بيطلع له تعويض لحتى يقدروا يدفعوا للمشفى. استاذ زهير ما سهل هذا الامر، اضطر لكلنا نحن الزملاء نلم من بعضنا، كل واحد باستطاعته شو انه يلم ويدفع. حتى مدام ديانا جبور مشكوره وقت وصلت لها المعلومه عملت اجتماع وكمان ساهموا بدفعه كبيره. الفكره انه ما عليه، انا في شيء بينمرق يا جماعه، انه تبقى هويته موجوده 15 20 يوم بمشفى الاسد الجامعي وما قادرين يموتوه بالنفوس لانه عليه مصاري للمشفى. لك في تسهيلات، لك هي مو اهانه للوسط الفني كله؟ انا عم يعني بعطيك مثال كثير صغير. يعني صراحه يعني ما 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 اللي عم تقوليه صادم بصراحه، يعني لا اسال مؤلم. مين اسال اسمه قوائم الانتخابات باسمها اللي بالهويه، ما حدا بيعرفه. اسالها على هي الحادثه، اسالها على هي الحادثه. مين دفع للاستاذ اكرم تلاوي العزاء؟ الله يطول بعمره. الاستاذ وائل رمضان هو اللي اجى وهو اللي عمل له العزاء من ماله الخاص، عرفت؟ يعني وين النقابه؟
طب نحن ويتوفر على الزملاء. سيدة تولاي، كان عندك مشكلة انه ما ذكر اسمك بشكله الفني؟ طبعا طبعا، انا اسمي بالنفوس سناء هارون. نعم تمام، يعني كل الناس ما بتعرف اسمي سناء، سناء اللي بيعرفوه فقط اسم تولاي. نعم تمام. نعم. انا وقت بينزل اسمي بالانتخابات يعني انه سناء، مين سناء؟ هلا انت وقت بتدخل على هالغرفه الصغيره لحتى تسجل اسمك وتسجل يعني ينتخبوك وينتخبوا يعني اسمك. يعني حضرتك بتقولي انه ما رح يعرفوا من اي سناء، فما حدا رح ينتخبها. لا انا، لا انا عصمت رشيد لكان عصمت العلي، انا تفاجأت انه اسمه عصمت العلي. طيب هي مو مع يعني اقل شيء يكتبوا عصمت رشيد عصمت علي الشهير الملقب يا اخي الشهير بعصمت رشيد. معقوله واحد مثل عصمت رشيد مطرب كبير؟ هلا هي سيدة تولاي، اول بين قوسين فلان، هي اول مره بتصير انه الاسماء الفنيه ما بتنشر يعني، ولا هي دائما هيك؟ هلا انا ما قدمت قبل هالمره على الانتخابات. لا هي هو قانون بس انت مثل ما تفضل، طالما هذا معروف باسم فني انا مختار لحالي اسم فني، بحط بين قوسين فلان ولو وكان رافض. وممنوع تنشروها قبل خارج نطاق اللوحة الإعلانية اللي بالنقابة، على أساس زملائنا كلهم عم بيروحوا على النقابة ويشوفوا مين مرشح. الحمد لله عندنا فيسبوك. يعني بتقصدي منع النشر كان هدفه إنه ما ينعمل دعاية لإلكم؟ طبعا طبعا للكل. نعم إذا ما كان بدون استثناء. نعم. شوف أي حدا مرشح حاله الله يوفقه مين من كان يكون، يا رب الكل اللي بدهم يزوا ينجحوا يكونوا متكاتفين. نعم. يكونوا مع بعضهم، يشوفوا الوجع اللي نحن هلا عم نعيشه لحتى نداريه ونتداركه بتكاتف الأيدي مع بعضها. نعم. مو انه يعني احنا مو نجي لنحارب بعض. نعم. نجي لحتى نعمل شيء استثنائي. انا بذكر باختصار، باختصار لو سمحتي سيدة تولاي تفضلي. اول ما بتبلش بالفن كنت تتعلم من اللي كانوا موجودين اللي اسسوا النقابة. هلا لا، هلا مين عنده واسطة اكبر لا يجي كسر راسك بس. اوف، ان شاء الله تكون وصلت الرسالة. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك الفنانة تولاي هارون. باسل محرز.